والآن الوقفة الاقتصادية من نشرة السادسة. نعم، الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. ليك فاطمة. شكرا رغدة، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المقبل 2023. وأعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10% على أن يبدأ تطبيق زيادة مطلع العام المقبل. وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم. تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسترد، والتي تعد منطقة رئيسة في خدمة إقليم القاهرة الكبرى. وخلال الجولة افتتح الملا طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسترد، والذي قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته، كما افتتح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول. كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية. بالتوازي مع تطوير منظومة النقل والتوزيع وتداول المنتجات البترولية، احنا نوقف في شركة التعاون للبترول مستودع مسترد. احنا الحقيقة وقفناه من حوالي 3 سنين لإعادة تطويره بالكامل، فتم تطوير كل مستودعات خزانات السولار اللي موجودة، وكمان الزيوت الأساسية اللي بيتم منها تصنيع زيوت المحركات ومنصات الشحن. تم عمل منصات شحن حديثة رقمية، وتتسم به كمان السهولة، وتتمتع بوجود عناصر الأمن والأمان فيها، وفي الوقت نفسه بيبقى فيها معدلات تدفيع عالية، بحيث انه تدخل العربية في اقل من 30 دقيقة تكون مالت 50,000 لتر، وده يبقى ارقام سريعة وتخرج بأمان ويسر. تعد المراكز التكنولوجية إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، ففي محافظة سوهاج تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بسهولة الحصول على الخدمات. بصورة حضرية ومن شباك واحد يتحقق معه الهدف في محافظة سوهاج، إذ تشهد المراكز التكنولوجية إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات من الوحدات المحلية بسهولة ويسر، وتلقى إشادة كبيرة من المتعاملين معها. المركز التكنولوجي بيقدم خدمة متميزة من خلال منظومة إلكترونية لكل الخدمات اللي بيقدمها الديوان العام، زي السداد العام، زي طلب تقنين، زي طلب شكوى، كثير من الخدمات بنقدمها من خلال المركز التكنولوجي. طفرة كبيرة أحدثتها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج، والتي اتسمت بسرعة تقديم الخدمة ودقتها وفي أجواء مناسبة وبإجراءات شفافة وواضحة، ما أحدث حالة من الرضا والقبول عند متلقي الخدمة. المركز تطور كبير بالنسبة للأداء الخدمات للجمهور المواطنين، يعني بالذات يعني الناس اللي تيجي من مراكز تابعة للمحافظة هنا. بدل ما انت كنت الاول عايز ترجع المحافظه مركزك تختم ورقه او تجيب اصل او تسحب، هنا التكنولوجيا اتطورت كتير وبقت يعني اسهل. المركز التكنولوجي ده طبعا من يوم ما اتعمل سهل حاجات كتير خالص، وقرب مسافه كتير جدا يعني، وسهل علينا حاجات كتير خالص يعني من يوم ما اتعمل بصراحه. يعني جيت هنا المركز فلاقي خدمه ممتازه، معامله حلوه من الموظفين.
15 مركزا تكنولوجيا، هو إجمالي عدد المراكز التي أنشأتها الدولة بمختلف مراكز المحافظة لضمان الوصول بالخدمة المميكنة لكل المواطنين دون تمييز، والتأكيد على تقديم الخدمة والرد على المواطنين بشكل سريع وحاسم. تأتي المراكز التكنولوجية ضمن برامج الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتسعى الدولة لتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع توقف صعود الدولار لتصل إلى 1672 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار الذهب 18 نحو 956 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 فوصل سعره إلى 1115 جنيه وهو الأكثر مبيعا، بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1274 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8920 جنيه. قالت وزارة النفط العراقية إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد توقفها أمس الجمعة بسبب تسرب نفطي، وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة تمكنت من معالجة التسرب النفطي، ويضم الميناء 4 منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ نحو 1,800,000 برميل يومياً. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية.